استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مساء أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لصاحب الجلالة الملك المعظم ولواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني في قصر صخير أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة الذين نقلوا لجلالته تحيات وتقدير قادة دولهم وأخلص تهانيهم وتمنياتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رجينا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة العطرة على جلالته بموفور الصحة والخير والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التطور والنماء وعربوا عن شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بجهود صاحب الجلالة الرائدة في ترسيخ علاقات البحرين مع بلدانهم والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون المثمر لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات المشتركة ورحب حضرة صاحب الجلالة رعاه الله خلال لقاء بسفراء الدول الشقيقة والصديقة وتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة مشيدا حفظه الله بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين وبلدانهم وما وصلت إليه من مستوى رفيع في كل المجالات وعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي واصل بذلها السفراء لدفع مسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك البناء بين البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة بما يسهم في تعزيز المصالح المتبادلة مؤكدا جلالته على نهج المملكة الثابت في توسيع علاقاتها مع مختلف دول العالم وفق مبادئ الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون والتعارف والحوار بين الثقافات والحضارات كما أكد جلالته أن شهر رمضان المبارك هو شهر كريم يعزز قيم الأخوة والتكاتف والتلاحم بين الجميع ويؤكد على المبادئ والتعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.